يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني جولة نشاطاته في اليابان، إذ التقى اليوم وزير خارجيتها في العاصمة طوكيو وبحث معه العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط. وجدد جلالة الملك خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين السوريين. أقر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن تراجع مستوى الخدمات انعكس على مستوى معيشة المواطنين، خصوصا قطاع التعليم والصحة، ما أدى إلى اختفاء الطبقة الوسطى. وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من المعنيين بالشأن الثقافي اليوم إلى أن مشروع النهضة يتحقق من خلال التشاركية بين الحكومة ومكونات المجتمع، وقال إن قوة الدولة من قوة مؤسساتها، وإن المجتمع القوي لا يعني التطاول على القانون، مؤكدا أن الاستقواء على القانون والتطاول على المال العام والمحسوبية ممارسات يجب التصدي لها. وأضاف الرزاز أن دولة الإنتاج تعني إطلاق الطاقات الإبداعية للشباب، وأن دولة التكافل عنوانها الأبرز تحسين مستوى الخدمات. القوى المحبطة خلينا نسميها، والقوى التي لديها مشاريع ولكن مشاريع محددة في قطاعات محددة. ما يجمع هذه القوى كلها، وبالتالي هو نقطة الأمل، أنها كلها مؤمنة أن مواردنا البشرية في الأردن طاقتها على العطاء أكبر بكثير من واقعها، وهذا إما يؤدي إلى الإحباط لأنه مش عم نحقق هذه الطاقة، أو يؤدي إلى العمل. فأنا آمل حقيقة أن نتوافق على الأقل على هذا الموضوع ويكون هو منطلقنا، أن طاقة الإنسان الأردني أكبر بكثير مما هو مفكر. أعلنت الحكومة اليوم عن عدد التصاريح الزراعية الرسمية في المملكة والتي بلغت 76 ألف تصريح عمل، وحذرت من تهريب عمال هذا القطاع إلى قطاعات أخرى. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الزراعة والمياه النيابية، حضرها نائب رئيس الوزراء رجاء المعشر، وعدد من الوزراء ناقشوا خلالها قضايا استقدام العمالة للقطاع الزراعي ونقل المنتجات الزراعية وتجهيز المعابر الحدودية. وتطرق المتحدثون في الجلسة إلى أبرز المعيقات التي يعانيها المزارعون، مثل شق الطرق الزراعية واستقدام العمالة الوافدة وارتفاع فاتورة الطاقة على الآبار الارتوازية وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وإعفاء المزارعين من فوائد القروض وتوحيد الضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي. وقال المعشر إن الحكومة استجابت لمعظم طلبات القطاع الزراعي ضمن الإمكانات، داعيا القطاع الزراعي لتطوير نفسه بنفسه في مختلف المجالات. ملفات سرية، هذه الإجابة الحكومية على الاستفسار حول ملفات تتعلق بالكهرباء وأرقام الفواتير التي ينفقها الأردنيون في جلسة رقابية لم يحظى النواب خلالها بإجابات مقنعة. جلسة رقابية عقدها مجلس النواب اليوم تخللتها تساؤلات في ملفات عديدة قوبلت بإجابات حكومية كانت في معظمها غير مقنعة، ما دفع النواب لتحويلها لاستجوابات. هجوم على شعارات الحكومات المتعاقبة بما في ذلك حكومة عمر الرزاز التي وصف النائب أحمد هميسات شعاراتها بأنها حبر على ورق تأكدت في مشروع نفق خريبة السوق. فعمال يا دولة الرئيس المحترم ومعالي وزير الأشغال ليس صوفية وعبدون ودير غبار فحسب، فعمان هي الجويدة واليدودة والسحاب وخريبة السوق والطيبة والقابلين والقيسم وابو علندة. وزير الأشغال بدوره لم يتردد في الإجابة قائلا إن معضلة كبيرة واجهت تنفيذ المشروع وجعلت العمل به مستحيلا. تم إعداد التصاميم كاملة وطرح العطاء، إلا أنه اكتشفنا أنه هناك خط الديسة، حاولنا مع وزارة المياه ومع الشركة المنفذة أنه نغير موقع
خط الديسة إنه إلا أنه يستحيل تغييره. جمعت لهم الكتب كلها، طلعت هاي الكتب عددها 4,900,000 كتاب اللي تم إتلافها خلال عامين، غابات كاملة يعني. خلال الجلسة حديث عن عشرات ملايين الدنانير ذهبت هدرا في إتلاف الكتب ومثلها في مساعدات مالية لم يعرف كيف صرفت، إضافة لمشاريع السكك الحديدية التي بات واضحا أنها وهمية من وجهة نظر النواب. الشبكة الوطنية للسكك الحديدية مشروع مطروح للاستثمار من القطاع الخاص، كلفة الدراسة الأولية لتنفيذ المشروع حسب الدراسة الأولية دراسة المشروع 4.8 مليار دينار، وهذا ليس في مقدور الحكومة أن تنفذه. لم يحظ النواب خلال جلستهم بإجابات وافية ما رفع منسوب التشكيك. هذا التشكيك لم يلبث حتى تحول لاندهاش حينما اعتبرت وزيرة الطاقة هالة زواتي أنه لا يمكن تقديم إجابات على اعتبار أنها ملفات سرية. لا شيء سري على مجلس النواب، ولا يحق لأحد أن يعني يسمح لنا أو لا يسمح، لا يجوز أن يتم التعامل معنا بأن يسمح لأحد النواب بالذهاب إلى وزارة أو هيئة. عندما تطلب المعلومات يجب أن تأتي إلى مجلس النواب، لا نذهب نحن حتى يسمح لنا بالاطلاع عليها. هي جلسة رقابية هادئة جاءت بعد يوم من موافقة مجلس الأعيان على قانون ضريبة الدخل، كما ورد من النواب غاب عنها وزراء لانشغالاتهم ولم يحضرها نواب بعضهم بعذر وآخرون دون عذر. أكد المدير العام لقوات الدرك لواء ركن حسين الحواتمي أهمية الشراكة الأمنية والمجتمعية من خلال التواصل مع أبناء المجتمع. جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مركز شابات ذيبان النموذجي. قال المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمي خلال استقباله اليوم الثلاثاء وفد مركز شابات ذيبان النموذجي أن قوات الدرك ماضية في تعزيز ثقافة التواصل والتشارك التي تثري الشراكة الأمنية والمجتمعية، وأضاف أن دعم الشباب الأردني وتوظيف قدراته مسؤولية نتشارك بحملها، وأن قوات الدرك تعمل ضمن منظومة لا غنى فيها عن جهود المواطنين المخلصين. وأكد الحواتم أن المرأة الأردنية قادرة على صنع الفارق والإنجاز، وأن قوات الدرك دعمت المرأة التي أخذت مكانها باقتدار بين زملائها، مشيرا إلى أن قوات الدرك تضع إمكانياتها لخدمة الشباب الأردني ومن كلا الجنسين. من جهته بيّن مدير شباب مادبا نمر الغنانيم أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز قيم الشباب الأردني المنتمي لوطنه والملتف حول قيادته الهاشمية الحكيمة وأجهزته الأمنية. كما أعربت رئيسة مركز شابات ذيبان تغريد الجرامين عن شكرها وتقديرها للتواصل المستمر والدعم الذي تقدمه قوات الدرك إلى جميع المراكز الشبابية في كافة المحافظات. سجلت أمانة عمان الكبرى منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع شهر تشرين الثاني ما مجموعه 916 مخالفة وإنذارا في إطار إجراءاتها لمكافحة التدخين استنادا لقانون الصحة العامة. إجراءات الأمانة تمثلت في تسجيل 85 مخالفة تحت بند عدم الحصول على الترخيص اللازم لبيع منتجات التبغي ومشتقاتها وتقديم الأرجيلة، وتحرير 618 مخالفة تحت بند التدخين في الأماكن العامة والحدائق العامة. وسجلت فرق الأمان الصحية 36 مخالفة تحت بند تواجد من هم دون سن 18 في مناطق تقديم منتجات التبغي والأراجيل، إضافة لتحرير 70 مخالفة تحت بند الإعلان والترويج عن منتجات التبغي والأراجيل، وأربع مخالفات بحق محلة تقدم الأرجيل لمن هم دون سن 18. افتتحت مديرية الدفاع المدني مركزا لها داخل مبنى الجامعة الهاشمية بهدف تغطية منطقة الاختصاص بالخدمات وتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة وقت الحاجة. ضمن استراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني ورؤيتها المستقبلية في استحداث المزيد من مواقع الدفاع المدني،
رعى مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد رب البزايع اليوم، وبحضور محافظ الزرقاء ورئيس الجامعة الهاشمية وعدد من نواب ومسؤولي ووجهاء المحافظة، حفل افتتاح مركز دفاع مدني الجامعة الهاشمية، والذي جاء استحداثه بهدف تغطية منطقة الاختصاص بخدمات الدفاع المدني. نؤكد من هذا المنبر أن الجامعة الهاشمية تسعد بالشراكة المؤسسية مع جهاز الدفاع المدني في إنشاء هذا المركز الإسعافي والإنقاذي المتقدم، الذي سيحمل ممتلكات والأرواح وسيخدم طلبتنا الأعزاء وإخوتنا العاملين في الجامعة وسالكي الطريق الدولي والمجتمع المحيط بالجامعة. ويأتي إنشاء هذا المركز حرصا من الدفاع المدني على توفير أعلى درجات السلامة والأمان لأبناء الوطن. إن جهاز الدفاع المدني وبتوجيهات من قيادتنا الهاشمية الحكيمة وقيادة هذا الجهاز الوطني المميز، وضمن خططه الاستراتيجية والتطويرية، وانطلاقا من رسالته الإنسانية، يسعى جاهدا إلى المضي قدما في مسيرته التحديثية والتطويرية كما يريدها سيد البلاد حفظه الله ورعاه. يشار إلى أن جهاز الدفاع المدني ومن خلال توسعه الأفقي في تقديم خدماته يسعى إلى تحقيق مبدأ سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث المختلفة. عبر مواطنون في محافظة الكرك عن مخاوفهم من وقوع كوارث جراء أعمدة كهرباء آيلة للسقوط مع كل هطول للأمطار. وأيضا طالب المواطنون بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تأتي ضمن عدة مشاكل أخرى يعاني منها قطاع الكهرباء في محافظتهم، من ضمنها عدم التزام الجباة بقراءة العدادات بشكل شهري، ما يسبب ارتفاعا في قيم الفاتورة. من جهتها أكدت شركة توزيع الكهرباء أنها ستتخذ جملة من الإجراءات لحل هذه المشاكل. أبرز المشاكل اللي احنا بنعانيها كمواطنين في محافظة الكرك مع شركة الكهرباء هي تأخير الجباة بأخذ القراءة الشهرية. اثنين، احنا عندنا في مشاكل بالنسبة للأعمدة الآيلة للسقوط. هناك كثير من الأعمدة الآيلة للسقوط أو اللي سقطت ولا زالت الكيبلات على الأرض ونحن في فصل الشتاء. بنعاني من الكهرباء، الأعمدة في قسم منهم واقعة. ايوه، الثاني الكهرباء بيام الشتوية بتنقطع علينا مدة طويلة شوية. أعظم مشكلة موجودة عندنا اللي هي أعمدة الضغط العالي، موجودة داخل البلد وبقرب من البيوت، وهي خاصة في الشتوية بيطلع أصوات وبيطلع شرار وبيسبب مشاكل كثيرة. بالنسبة للأعمدة الآيلة للسقوط سيدي، احنا انت بتعرفوا انه حاليا احنا في عندنا مشروع لاستبدال هاي الأعمدة، واستبدلنا تقريبا ما نسبته 80% وحاليا شغالين على 20% الباقيات، وخلال العام القادم ان شاء الله سوف يتم الانتهاء من معظم الأعمدة الآيلة للسقوط اللي هي الأعمدة الإسمنتية. بخصوص ملف الجباة، حاليا احنا يعني عندنا مراقبة عامة للجباة لأخذ القراءات الحقيقية في جميع مواقع محافظة الكرك، ولكن يعني احنا حاليا شغالين على مشروع تركيب العدادات الذكية اللي قمنا حاليا بتركيب العدادات ثلاثي فاز والعدادات الكبيرة، وحاليا سوف نقوم على تركيب عدادات المنازل بحيث انه يتم الانتهاء من موضوع اخذ القراءات. يعد مرض حساسية القمح من أكثر الأمراض التي يجهلها المواطنون وينتشر في العديد من مناطق المملكة، وبالرغم من أن معظم أهالي المرضى يعتبرون الإصابة به أمرا عاديا، إلا أنه مرض خطير يستدعي الانتباه والرعاية. في محافظة الكرك عقدت جمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح ندوة لتعريف الأهالي بالمرض وخطورته وأعراضه واحتياجات المصابين به. الجمعية قدمت بعض الحلول والأطعمة الخاصة للمصابين بهذا المرض، والذين زاد عددهم عن 50 مصابا، فيما عدد المصابين الحقيقي بمرض حساسية القمح في المحافظة غير معلومة. المصابون شكوا من تقصير الحكومة في تأمين العلاج اللازم لهم وعدم تأمين المواد والأغذية التي تناسبهم للوقاية من المرض، واضطرارهم للذهاب إلى عمان لشراء الخبز المخصص لهم. كان هناك معاناة كبيرة في مستشفى الكرك الحكومي لعدم توفر الفحوصات الطبية اللازمة لاكتشاف هذا المرض أو
تبيان سبب هذا المرض من خلال فحوصات الطبية أو عمل المنظار للمعدي. استمعنا للكثير من المعاناة واستمعنا للكثير من المطالب اللي حابين فعلا أنه تقدمها الدولة لمرضى حساسية القمح، مثل التركيز على العلاج، مثل المواد الغالية غالية التكلفة، المواد الخالية من الجلوتين طبعا في جميع المولات أو جميع المخابز هي مرتفعة الأسعار جدا. حساسية القمح ممكن يسبب عنا مشاكل بالنمو، هو من الأمراض طبعا اللي بيحتاج متابعة دورية باستمرار مع أخصائي تغذية. طبعا هو هذا المرض بيحتاج لازم أنه إحنا في نوع معين من الأطعمة نتجنبها. لا زال العشرات من سائقي التاكسي الأصفر معتصمين في محيط مجلس النواب في منطقة العبدلي في عمان. مطالب المعتصمين تتلخص في رفضهم السماح للسيارات الخصوصية بالعمل ضمن شركات تطبيقات النقل الذكية. ننتقل مباشرة لنتابع في هذه الصور المباشرة لقطات من الاعتصام المستمر لغاية هذه اللحظة. قال السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان إن السبب وراء تأخر نشر صفقة القرن هو سعي الإدارة الأمريكية للحصول على أعلى درجة قبول للخطة. وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إن مبعوثي الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات وسفير واشنطن لدى الاحتلال ديفيد فريدمان التقوا الرئيس ترامب الأسبوع الماضي وناقشوا معه رؤيته لتحقيق سلام شامل بين كيان الاحتلال والفلسطينيين. من جديد تعلن الإدارة الأمريكية تأجيل طرح رؤيتها للتسوية بين الفلسطينيين والاحتلال التي تطلق عليها اسم صفقة القرن أو صفقة العصر. السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان قال بأن السبب وراء تأخير نشر الصفقة يأتي بسبب سعي الإدارة الأمريكية للحصول على ما أسماه بأعلى درجة قبول لها. الفلسطينيون يرون بأن مقاومتهم للصفقة والرفض المطلق لها هو السبب في تأجيل طرحها لعدة مرات. إعلانهم عن تأجيل صفقة القرن يعود إلى مقاومة الفلسطينيين لهذه الصفقة، سواء المقاومة الرسمية أو المقاومة الشعبية، والإجماع الفلسطيني العام من كل مكونات الشعب الفلسطيني على رفض صفقة القرن. لا تستطيع إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا كل من يقف إلى جانبهم في تمرير ما يعارض الشعب الفلسطيني، وإلا لن يكون هناك اتفاق أصلا. فريدمان أكد على الأقوال السابقة للإدارة الأمريكية والتي بموجبها بحسب تصريحه سيتم نشر خطة السلام هذه في الموعد الذي يحتمل أن تلقى فيه أقصى درجة قبول ليتم تطبيقها. محللون يرون الرفض الفلسطيني والعربي للخطة مع احتمالية انفراط عقد الائتلاف الحكومي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرونها أبرز وأهم الأسباب لتأجيل الإدارة الأمريكية لإعلان صفقة القرن. هناك ثلاث عوامل رئيسية، الأولى ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية والضغوط الموجودة في الكونغرس الأمريكي حاليا. ثانيا أن نتنياهو يمكن أن تنفرط
عقد حكومته وبالتالي الذهاب إلى انتخابات، وبالتالي طرح هذه المبادرة في هذا الوقت يعني خسارة لنتنياهو. والثالثة، هناك موقف واضح من قبل القيادة الفلسطينية برفض هذه الصفقة مهما كان شكلها، وبالتالي لن يجد أي من الدول العربية رسميا يتبنوا هذه الصفقة. لذلك هذا عامل أساسي في التأني وربما التأجيل المتكرر للإدارة الأمريكية لطرح صفقتها. رفض فلسطيني مطلق لصفقة القرن، هذا الرفض متمثل بموقف القيادة الفلسطينية في رام الله وموقف الفصائل والأحزاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه يأتي متزامنا مع رفض شعبي يقاوم كل بنود هذه الصفقة ويحاول إجبار الاحتلال والولايات المتحدة على سحبها قبل أن يتم الإعلان عنها. من فلسطين المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا. تعتزم الولايات المتحدة طرح مشروع قرار جديد للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس على إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات القريبة من قطاع غزة. مشروع القرار لقي ترحيبا واسعا من حكومة الاحتلال والتي تبذل مجهودا كبيرا لجمع أصوات الأغلبية لإقراره. الحكومة الفلسطينية اعتبرت مشروع القانون بمثابة تسويق لرواية الاحتلال واستهداف واضح للشعب الفلسطيني وحقوقه بالدفاع عن نفسه. هذا مشروع سخيف، نيكي هيلي تحاول أن تقدم هدية الوداع لدولة الاحتلال الإسرائيلي قبل وداعها للأمم المتحدة. من الأولى على المؤسسة الدولية أن ترى الجرائم الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. هذا مشروع نحن ضده وسنقاوم تمرير هذا المشروع ولن يمر هذا المشروع. هنالك جرائم إسرائيلية تقوم بها قوات الاحتلال جهارا ونهارا على مرأة وعلى مسمع من العالم أجمع، وهنالك قرارات دولية اتخذت ضد إسرائيل وضد الجرائم التي تقوم بها إسرائيل لم تنفذ على أرض الواقع. وأعتقد أن حماس حركة وطنية، حركة فلسطينية، وإن اختلفنا في الآراء تبقى حركة وطنية وحركة فلسطينية تقاوم الاحتلال. من حق حماس كباقي الشعب الفلسطيني وكباقي الفصائل الوطنية والإسلامية أن تقاوم الاحتلال الذي ينتهك أرضنا والذي ينتهك مقدساتنا. وفي جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار، ومنها ولي العهد السعودي يواصل جولته الخارجية ويلتقي الرئيس المصري وإغلاق 14 مفاعلا نوويا فرنسيا بحلول عام 2035. زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة في إطار جولة خارجية شملت أيضا الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقباله. أعلنت وزيرة خارجية النمسا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سينظر الشهر المقبل في مسألة فرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية التصعيد الأخير مع أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر أوكرانيا من القيام بأعمال متهورة بعد قرار كييف فرض قانون الطوارئ ردا على احتجاز حرس الحدود الروسي 3 سفن أوكرانية. أعلن الرئيس الفرنسي أن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حالياً وعددها 58 بحلول عام 2035، وسيتم إغلاق 4 إلى 6 منها بحلول 2030. لكن وفي خطاب عرض فيه سياسات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة، قال الرئيس الفرنسي إن خفض دور الطاقة النووية لا يعني التخلي عنها. شعر مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يسعون للدخول إلى الولايات المتحدة عبر تخوانا شمال غرب المكسيك بخيبة أمل بعد فشل عدد منهم في عبور الحدود في عملية أسفرت عن توقيف 42 شخصا في الجانب الأمريكي. ودفعت هذه الحادثة بالرئيس الأمريكي إلى التهديد بإغلاق الحدود التي تعتبر محورا تجاريا رئيسيا وبصورة دائمة.
دور الفن في قضايا الوطن والأمة كان محور مهرجان الجليل الثقافي الخامس الذي اختتم فعالياته بتنظيم من نادي الجليل الرياضي في مخيم إربد. بالموسيقى والكلمة ضم مهرجان الجليل الثقافي الخامس حشدا من الفنانين والفعاليات الرسمية والشعبية وأبناء مخيم إربد تأكيدا على رسالة الفن في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة. كانت فكرة رائعة منا في نادي الجليل لجمع الفنانين العظماء القامات الفنية الكبيرة هنا في مخيم إربد لنؤكد بأن الفن وعنوانه ربطه بالقضية الفلسطينية من خلال المسرح ومن خلال الفن ومن خلال جميع الفقرات التي قدمناها. وما أجمل أن أكون مكرما في هذا المكان الذي أفتخر به وأسعد أن أكون جزءا من ضمن هذه الكوكبة العظيمة وفي أيام ثقافية عظيمة على الأرض الأردنية التي لا شك لا فرق بينها وبين فلسطين، فالارتباط واحد والمصير واحد وسنبقى معا. المشاركون في المهرجان ثمنوا الدور الأردنية قيادة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية مؤكدين على الوحدة التاريخية بين الشعبين الشقيقين. بالنسبة لعلاقة الفن والرياضة والثقافة هي منارات في المجتمع البشري التي تساهم في صنع الإنسان. الفن هو يساهم في صنع ذائقة الإنسان وفي عقله وفي نفسه وبالإضافة إلى جسده. هذا المهرجان الرائع يؤدي رسالة عظيمة في زرع حب الوطن، الثقافة، العلم، الانتماء إلى أيضا إلى أن الإنسان يظل مواكب على الساحة العالمية وعلى الساحة العربية في قضايا ومتابعة قضايا والتمسك بحقه في العودة. وخلال المهرجان تم تكريم نخبة من القامات الفنية في المسرح والتلفزيون ممن أسهموا في إنجاح نشاطاته وكان لهم دور مهم في تجسيد القضية الفلسطينية والدفاع عنها من خلال أدوارهم الفنية. ولا نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق. Thank you.